اهلا بيكم، حلقه جديده من ديوان وسته الكبار. وللاسف طبعا انا النهارده مش من الاستوديو، لان احداث الكورونا والتداعيات الكورونا والتدابير اللي الناس كلها واخداها في الكورونا دلوقتي تمنعنا ان احنا نقدر نصور من الاستوديو، ولكن ده ما يمنعش ان احنا سعداء وفرحانين والدوري الانجليزي راجع وهنتفرج على ارسنال وربنا يستر ده اول ماتش ده يعني. وهنكلمكم بقى طبعا عن السته الكبار، ولكن مش هكلمكم لوحدي النهارده، انا معايا حد من رابطه مشجعي ارسنال الرسميه في مصر، وهنكلمكم عن ارسنال في الفتره اللي جايه، توقعاتنا، الاحداث، الكورونا، الرن المتبقيه والانتقالات. حلقه قويه جدا جدا جدا، يلا نخش في المفيد. وديوان وسته الكبار بس من البيت. طبعا مش هنلاقي احسن من كابتن محمد كريمي من شانل كابتن كيمي، بيتكلم عن ارسنال بس. وكل جماهير ارسنال اللي بتابعنا انصحكم انكم تتابعوه، كل كلامه عن ارسنال بكل اخبار ارسنال بكل تفاصيل ارسنال. غير كده كمان كابتن كيمي هو احد اعضاء رابطه ارسنال ايجيبت، وهي دي الرابطه الرسميه لارسنال في مصر. ازيك يا كابتن كيمي؟ ازيك يا علي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كلنا مبسوطين طبعا يا كابتن كيمي بعودة البريمير ليج وعودة أرسنال للأكشن. ومش هنقول هو هيلاعب مين أول ماتش في البداية كده عشان ما نكتئبش يعني، خلينا نشوف إيه الدوري الإنجليزي. رأيك إيه بقى في عودة الدوري الإنجليزي؟ هو هيرجع يوم 17 من الشهر ده، رأيك إيه يا كابتن كيمي؟ كلنا طبعا بقولك كنا منتظرين الدوري الإنجليزي وعودته حتى ولو من غير جمهور، رغم ان احنا متعودين على اللعب من غير جمهور هنا في مصر من فتره كبيره. يمكن الموضوع بالنسبه لنا يبقى عادي شويه، ولكن هو مش هيبقى عادي لاغلب العالم او بخصوص جماهير انجلترا الشغوفه بالكوره. ولكن احنا بقى لنا 8 سنين بقى 8 سنين ولا 9 سنين هنا في مصر بنلعب من غير جمهور، خلاص كله هيبقى زينا بقى وهيدوقوا من اللي احنا بنشوفه. ولكن في كل الاحوال عوده الدوري في حد ذاته لوحدها كفيله ان هي تخلي الواحد يبقى مبسوط حتى ولو من غير جمهور. دي حاجه كويسه، حاجه كويسه. طب انت شايف عوده الدوري هتبقى عامله ازاي للفرق عموما يعني، مش ارسنال بس؟ والله هو عوده الدوري في العموم اكيد طبعا الفتنس ليفلز هتبقى مش في احسن حالتها، ممكن نشوف حاجات غريبه جوه الملعب، ولكن اعتقد ان البيلد اب مش هياخد وقت يعني، دي ناس بروفيشنال وعارفه هي بتعمل ايه، وممكن يبقى كانه زي البري سيزون، وما اعتقدش ان في خلال ماتش او اتنين هيكون الموضوع صعب على الفرق. انا برضو معاك، هو انا حاسس ان هيبقى فيه فروقات طبعا بدنيه في البدايه، ولكن كله فعلا هيلحق بعضه، زي ما شفنا في الدوري الالماني لما شالكا ودورتموند كانوا بيلعبوا بعض كان فيه فروقات واضحه جدا في جاهزيه الفريقين. بالظبط انا برضو معاك في الراي ده. انا كمان شايف ان حته ان الفرقه هتلعب من غير جمهور دي بقى فيها زي ايجابيات لبعض الفرق وسلبيات اكتر لبعض الفرق. الفرق الجماهيريه اللي كانت بتعتمد على الجمهور وراها هتبقى بالنسبه لها سلبيه كبيره جدا، الفرق القويه تكتيكيا قوي هتبقى بالنسبه لها ايجابيه، ان هو كل الماتشات بالنسبه له جوه زي بره، خلاص مش فارقه ان مفيش جمهور، هو اعلى تكتيكيا من الفرق كلها، فهيقدر ان هو يدوس عليهم بمعنى يعني بالكلام الكروي يعني لغه الكوره ان هو هيدوس عليهم. هنشوف. طيب بدايه ارسنال المبشره، هيلاعب مانشستر سيتي الفريق التكتيكي العالي جدا اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو يقدر يدوس على الفرق كلها وبقت ادفانتج بالنسبه له ان مفيش جمهور. رايك ايه؟ انا بالنسبه لي الماتش اعتقد ان هو هيبقى غير متوقع، يعني السيناريو المتوقع الوحيد هو ان مانشستر سيتي يكسب، وفي حالات فرديه كتير كان بيبقى مانشستر سيتي بيكسب بسكور، ولكن انا متوقع ان الموضوع هيبقى مختلف شويه، هيبقى فيه دراما شويه يعني، انه ممكن لو مانشستر سيتي كسب مش هيبقى فوز سهل، وفي احتمالات كبيره جدا لارسنال ان هو يقدر يفوز، خصوصا انه الموضوع زي ما بتقولي متصفر، انت بالظبط كانك بتلعب بري سيزون يعني، احنا عاده في اخر سنتين ثلاثه ارسنال لما بيلعب في البري سيزون ممكن تلاقيه يكسب بايرن ميونخ عادي، يكسب ريال مدريد، يتعادل مع برشلونه. انا اتخيل ان الماتش هيبقى عامل زي كده يعني، هيبقى فيه شويه تجارب وهيبقى فيه حاجات غير متوقعه، لكن ان مانشستر سيتي يكسب ويكسب الفوز العادي اللي هو متوقع مثلا في اخر كام سنه ده يعني، هيبقى لو حصل فمفيش فيه مشكله، ولكن لو جد جديد اكيد هتبقى حاجه احسن.
فيعني انا شايف انا ان ارسنال متفق كسبان في معاك يا الوقت ده. كيمي، انا متفق معاك، انا متفق معاك ان هو فعلا ارسنال في السنوات اللي فاتت قدام مانشستر سيتي كان دايما بيبقى ماتش سهل، مانشستر سيتي بيدوس على الفرقه تقريبا 3-0 في 3-0 في 3-0، بالذات ماتش كمان الدور الاول كان باين قوي، باين قوي على الفرقه ان هم خلصوا الماتش في اول تلت ساعه اول نص ساعه 3-0 وشالوا رجليهم من على البنزين، وبقى ماتش بيصيروه مش عايزين اصابات مش عايزين حاجه، وماتش ارسنال في أنا مرحله فاكر انتقاليه واليومبرج، فكان انا حاسس ان هو جوارديولا تقريبا قال لهم اهدوا اهدوا عليهم انا بقى فاكر الفرقه مش الماتش ناقصه. ده النص الثاني من يعني الشوط الثاني تقريبا كان اغلب الوقت الكاميرا جايه على ارتيتا وهو قاعد جنب جوارديولا وعمال بيتكلم معاه، بيقول يعني هو مش مصدق المنظر ومش مصدق اللي بيحصل، وتحس ان هو عمال فعلا يقول لهم كان صعبان عليه بالراحة الفريق. عليهم بالراحة عليهم، ده انا رايح لهم بالراحة عليهم ما تموتهمش قبل ما هو اروح. فعلا تحسه كان يوميها قرر لا انا ما ينفعش افضل قاعد اشوف المنظر ده، انا لازم امشي. هو طبعا الماتش ده كان الهايلايت بتاعه مساعد مدرب، دي كانت أول مرة في الكرة الإنجليزية يعني إن الهايلايت بتاع الماتش بالظبط مش الاتنين مدربين مش الفرقتين، لا ده هو مساعد المدرب بتاع مانشستر سيتي هو الهايلايت بتاع الماتش. صح. انا شايف زي ما انت بتقول فعلا ان مانشستر سيتي الماتش بتاعها مش هيبقى زي كل سنه، هم طبعا هم الفيفوريتس او المرشح الابرز ان هو يكسب، لان هم عندهم كمان اسباب تانية، ليفربول هيلعب الحد هيلعب ايفرتون في ايفرتون في جودسون بارك، فلو مانشستر سيتي خسر وليفربول كسب ليفربول خلص الدوري خلاص وكسب الدوري، فعلى اعتقادي ان ده حافز كفايه لمانشستر سيتي ان هم يحاولوا ياجلوا حسم الدوري، فهم المرشحين الابرز، ولكن زي ما بنقول مش هيبقى ماتش السهل ال 3-0 اللي بابسط مجهود ارتيتا من ساعه ما مسك وهو معاه الوقت الفرقه بتتحسن تحت ايده. انا شايف ان الفتره اللي قعدها ارسنال ديها فرقت معاهم، كمان ارسنال اول فرقه رجعت للتمرين في انجلترا، فعلى اعتقادي ان الشغل اللي ارتيتا لحق يشتغله شويه مع الفرقه هيأثر معاهم. طبعا مش هينقلهم نقله كبيره يعني لدرجه ان احنا نقول ان هم يعني يكسبوا مانشستر سيتي بأريحيه ويبقى في منافسه وكده، بس على الاقل هتبقى الفرقه مش هشه تكتيكيا، مع بالظبط. كمان بقى دخول بعض عناصر في الفرقه كده هنتكلم عليها بعدين، فانا برضو رايي من رايك كده كابتن كيمي ان شاء الله يعني ما تبقاش فضيحه، يعني لان لو بدايات الدوري لا رجعوا لا بفضيحه مش هتبقى فضيحه، بالعكس لا يعني ربنا يستر هو ربنا حتى يستر، بعدين احنا عندنا امال المومنتم كان وطموحات. اوريدي اتعمل، يعني هو كان اوريدي بدأ يعمل البيلد اب بتاعه واحده واحده، كان ابتدى يثبت نفسه بقى عارف بالادوات اللي معاه ايه اللي ممكن يتعمل، يعني هو بقى عارف اول واخر، هو ادى فرصه تقريبا لاغلب اللاعبين في الفتره دي، كل اللعيبه لعبت، فهو تقريبا بقى خلاص بقى حاطط يعني ايه توجه عام كده ايه اللي ممكن هيحصل، عنده كل لعيب فين مشاكله فين ايجابياته، هيعرف يستفيد ازاي من كل لاعب، بقت عنده خلاص واضحه اكيد بقى الفتره دي كلها يعني. مظبوط مظبوط. انا عايز اقول لك كمان ان هو ارسنال في اخر 5 ماتشات هم احسن ران مع مانشستر يونايتد، 3 فوز و2 تعادل، بالظبط. كل الفرق التانية خسرت. يمكن كمان ارسنال الميزه في الران بتاعتها ان هم اخر 3 ماتشات هم اخر 3 فوز، بغض ده كمان ان ارسنال ما اتغلبوش من بدايه السنه 2020 في الدوري، اتغلبوا طبعا في اليوروبا ليج، فزي ما انت بتقول يعني ارتيتا يمكن بدأ يحط ايده على النقط اللي هو محتاج يطورها، واللعيبه كمان بدأت تستجيب وحست ان هو لم شمل الفرقه، يعني من اخر ايام امري كانت تحس ان الفرقه هو الموسم مهلهله غريب، يعني الموسم لو عملت فلاش مهلهله باك يعني. سريع كده وتتخيل كل الكلام ده حصل ازاي في موسم اصلا لسه ما خلصش، مش هتصدق ان كل التصاعد والهبوط ده كان بيحصل على مدار موسم واحد. طب كابتن كيمي لو قلت لك توقعاتك بقى للران بتاعت ارسنال لنهايه الدوري، ارسنال عندهم ماتش زياده عن بقيه الفرق اللي هو ماتش مانشستر سيتي اللي هيبداوا بيه الدوري، توقعاتك ارسنال يخلص فين؟ ارسنال التاسع دلوقتي ورا توتنهام، توتنهام المتخبط برضو، هل ارسنال يخلص في التوب فور ولا هيخلص في التوب فايف لان مانشستر سيتي مش هيلعب في الشامبيونز ليج؟ وطبعا ارسنال اول خمسه بيتمنى ان الموضوع ده يتم، انا معرفش بصراحه الموضوع ده فعليا خلاص هيتفعل من اول السيزون الجاي ولا لا، ولكن اكيد هم بيسعوا بطريقه او باخرى ان الكلام ده يطبق، لان ده اكيد هيبقى حاجه بالنسبه لهم كويسه، ولكن انا ما اعتقدش ان قبل موضوع الفيروس والكلام ده كله كانت الفرصه على الورق موجوده والبيلد اب كان موجود. احنا بالظبط انا فاكر في العشر ماتشات اللي كانوا فاضلين كان تقريبا عندنا 5 ماتشات قوية و5 ماتشات في المتناول، مش هقول لك ماتشات سهلة ولكن في المتناول بالقصة اللي كان عاملها ارتيتا، بس طبعا كان مطلوب منك انك لسه هتقابل توتنهام، لسه كنت هتقابل ليفربول،
فدي ماتشات كانت هتبقى صعبة يعني. كنت هتقابل اعتقد ليستر تاني، بتهيألي كان في لسه ماتش ليستر. كل دي ماتشات، الثلاث ماتشات دول على الاقل مثلا كانوا هيفرقوا معاك لو قدرت ان انت كنت بالبيلد اب اللي كان موجود في الاول تتماسك فيهم. على الاقل كان ممكن تكسب توتنهام، كان ممكن تعمل حاجه قدام ليفربول، خصوصا ان ليفربول كان هيبقى في الاخر خالص وقت ما هم كانوا هيبقوا تقريبا حسموا الدوري. ففي طبعا فرصه موجوده، وطبعا التصفير اللي حصل لكل الفرق دلوقتي ما نقدرش نقول ان مفيش فرصه، خصوصا ان انت انا تخوفي بس من الاصابات، لان الدوري الالماني لما رجع كان فيه اصابات كتير باول ما رجع الدوري، بس احنا يمكن الاصابات انجلترا عندنا بتحصل من غير حاجه اخدوا يعني، وقت اكتر فعادي ان هم يجهزوا. يعني. انا بتهيألي الاصابات عندنا ما هيش حاجه جديده، بالعكس هو شيء متعارف عليه يعني بالصوره، فما يعني مش متخوف منه قوي. واعتقد انه كل اللعيبه هتبقى عايزه تثبت نفسها، هتبقى عايزه جايه يعني جاي لها ايه زي ما تقول فرصه تانية، تبدا ان هي اللي كان مستواه مش حلو في الاواخر عنده فرصه ان هو يقدم حاجه كويسه. لعيبه مثلا زي جوندوزي، زي ميتلان نايلز، كولاسيناتش، كل دي لعيبه كانت خلاص اتحطت في خانه اللي هو ايه، انا هكمل بيك السيزون ده لحد اخره واشوف ايه اللي هيحصل في السيزون الجديد اذا كنت عارف اشوف لك بديل. فحد ناس زي دي مثلا اكيد بقى عندها فرصه تانية انها تحاول تثبت نفسها وتعمل ريفريش من اول وجديد. فالاصابات ما اعتقدش ان هي هتبقى ازمه، لو هتبقى ازمه على ارسنال فهي هتبقى ازمه على كل الفرق. بالظبط، انا قصدي انا متخوف ان بيكون في اصابات، يعني مش قصدي عوده الاصابات، لا في عوده اصابات، في ناس كتيره رجعت، هولدنج رجع، تيرني رجع، كالم تشامبرز رجع، توريرا رجع، فالاصابات بالعكس يعني التوقف ده خدم الفرق كلها في ان الاصابات تلحق ترجع يعني. بالظبط. طيب لو رحنا على اجواء النادي عموما، طبعا احنا ارسنال اكتر نادي لا يخلو من الاشاعات ومن الترانسفير رومرز. اهم طبعا ملف واهم نقطه اوباميانج هيجدد ولا مش هيجدد، انت شايف ايه يا كابتن كيمي؟ اعتقد ان الخيارات بتاعته عماله بتقل، واعتقد ان فرصته ان هو يجدد شكلها اقرب. انا مش عارف صراحه اقرب انه يجدد. انا عكسك تماما، انا شايف ان هو اكيد بتوع ماشي. ارسنال على السوشيال ميديا عمالين يعملوا حاجات غريبه في اخر يومين، من ساعه يعني في اخر يومين طلعت الكلام الخبر بتاع انه اوريدي اتقدم العقد اللي ممكن يقدمه ارسنال لاوباميانج، وان القصه دلوقتي كلها في ايد اوباميانج اذا كان هيمضي العقد ولا لا. من ما هي ساعتها القصة كلها في وكمية البداية في إيده، البوستس اللي القصة نازله كلها في إيده من البداية، بس أنا عكسك تمام، أنا شايف إنه مش هيجدد. شايف كمان إن أرسنال بيحضر البدايل دلوقتي، يكسب فيه فلوس أحسن ما يمشي ببلاش. وده ياخدنا بقى للنقطة التانية، البدايل. أشهر حد يمكن أرسنال لينكت إن هو يكون بديل أوباميانج فيرويد سيلتيك. فيرويد سيلتيك ادوارد اوتسون ادوارد، هو فيرويد انا شفت طبعا سيلتيك كذا مره يعني، بس وشفتهم اكتر طبعا بعد التوقف في الري رانز اللي على بين سبورتس. هو فيرويد قوي جدا، فيرويد قوي جدا، صغير سنا، بس هو مشكلته طبعا ان هو مش بروفن في الهاي ليفل يعني. هو بيلعب في الدوري الاسكتلندي، سيلتيك احسن فرقه في الدوري الاسكتلندي بفرق كبير عن اي منافس ليهم، عن رينجرز والباقي. فدي بس مشكلته. برضو فيرويد ليل ارسنال اتكلموا عليه كتير. انت لو قلنا ان اوبا ماشي، انت شايف ارسنال مين اللي اقرب ان هو يجيبه؟ هو مبدئيا لو اوبا بس اللي مشي فده معناه ان لاكازيت قاعد يعني. انا حتى كان تخيلي ان ايام لاكازيت هي اللي ابتدت تقل، ولكن لو هنتكلم على النظريه بتاعت ولو من وجهه نظرك ان اوباميانج هو اللي ممكن يمشي، فالمفروض ان ده معناه ان في اعتماد هيبقى كبير برضو على لاكازيت، لان هو اوريدي كان محطوط هيد تو هيد مع اوباميانج. يعني لو كنت بتتكلم على الكلوب سترايكرز كان هم اوباميانج ولاكازيت. فلو انا شايف كمان بقى ان يعني ارسنال في فرصه ان هو لو يقدر يخلص توماس بارتي بلاكازيت يعملها. كان في ريبورتس من اسبانيا ان اتلتيكو مدريد مهتم بلاكازيت، وارسنال طبعا موضوع توماس بارتي ده هو الهايلايت بتاع الويندو اللي جاي. انا شايف ان هم لو يقدروا يعملوها دي هتبقى صفقه يعني
احسن صفقه في ارسنال في السنين اللي فاتت دي كلها. بس هو لو جبنا توماس بارتي انا طبعا اتمنى ان توماس بارتي يبقى موجود، ولكن الـ 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 الخيارات المتاحه في نص الملعب حاليا يعني يعني لازم هتخرج حد، يعني ما فيش حد هيقبل ان هو يقعد، خصوصا لا يخرجوا كلهم، انا كنت يخرجهم كلهم، انا ما عنديش مانع. توريرا شاكا اللي يخرج. انا توماس بارتي انا شفته لايف قبل ما اللي يحصل التوقف ده في اسبانيا في ماتش اتلتيكو مدريد هو قاتله بشريه طبعا، حاجه ثانيه خالص، اخطبوط في نص الملعب. ولو حد ما شافش الفلوج يرجع يشوف الفلوج وتعليقاتي على توماس بارتي، كان هو نجم الماتش، هو كاخطبوط في نص الملعب مش طبيعي، فكرني ب عارف انت، لا فترة افريقيا كده لما طلعت ديفندرات كتير قوي كده، اقوياء اسيان ميكيل، انت مثلا بتتكلم سولي علي مونتاري، حاجة كده قوية قوي كرويا. انت اساسا بتحاول كل الفترة بتاعت العشرة 15 سنة اللي فاتت تعمل ايه؟ انت تلاقي حد زي باتريك فيرا او على الاقل قريب منه، انه ارسنال من ساعة ما خرج منه باتريك فيرا ما جاش حد يعوض المكان ده تاني. فانت يعني لو هتقول ان في اقرب حد ممكن يقرب على بروفايل باتريك فييرا، فهو طبعا اكيد توماس بارتي. يعني هنقول لا، باتريك فييرا طبعا كرويا هو اعلى منه، بس توماس بارتي لا، اخطبوط في نص الملعب جبار يعني. بالظبط، انت عايز لعيب يعمل لك كل حاجه في نص الملعب، انت دايما كنت بتحاول تشوف اتنين يعني يكملوا بعض، يعني انت كنت دايما بتدور على حد جنب حد بحيث ان هو يعمل لك توازن في نص الملعب، انما ما كانش عندك دايما اللاعب اللي زي باتريك فييرا، زي حد يبقى عنده اغلب المهام هيعرف يعملها لك، هيعرف يخلص الكوره، هيعرف يقف على الكوره ويسلم يعمل بالاخر البديهيات اللي انت بتطلبها من نص الملعب، انه يعمل كل حاجه، يبقى عنده امكانيه ان هو يدافع، عنده امكانيه ان هو يهاجم، يقف على الكوره، يعمل الكلام ده كله. اكيد حد زي توماس بارتي هيبقى اعلى من كل الليفل اللي عندك. دي المواضيع على الساحة عامة في أرسنال دلوقتي، الكلام الكتير عن الحاجات دي كلها. أوباميانج هيجدد مش هيجدد، ديفيد لويز أنا نسيته، ديفيد لويز هيجدد ولا مش هيجدد؟ عقده مفروض سنة وعقده مفروض خلص، والمفروض إن هو اللي طبعاً عشان ما فيش مفاوضات، ولكن إيه اللي هيتم امتداد لا، وهو الفيفا مدوا الشهر طبعا عشان خاطر الدوريات تكمل، فمدوا العقود لنهايه الموسم، فهو مكمل لنهايه الموسم. بس طبعا دلوقتي بقى في كلام ان هو هيكمل بقى بقيه عقده، ان هو ممكن ارسنال ياكتيفيت سنه كمان او على اعتقادي او سنتين ممكن كمان، ممكن يمد سنه كمان لو عايزه، هياكتيفها ولا لا لسه هنشوف يعني. بس احنا اعتقد على بالوضع ده في السيزون الجديد، على بس لو هنتكلم على السنتر باكس، فالمفروض ان انت عندك وفره حتى في الاعداد، حتى لو بنتكلم على اختلاف المستويات. يعني انت بتتكلم زي ما قلت كده، عندك صليبة وفي بابلو ماري لو جدد العقد بتاعه من اعاره لبيع. واحنا على فكره السنه الجايه مش بس اوباميانج هو اللي العقد بتاعه المفروض كان هيخلص السنه الجايه، احنا عندنا ساكا العقد بتاعه المفروض هيخلص السنه الجايه برضو، وده كلام عليه كتير جدا، بس يعني اتوقع ان هم هيعرفوا يتعاملوا مع الكيس بتاعت ساكا كويس. بالظبط، عشان كده انا ما رضيتش اتكلم فيها، لان ساكا انا قلت نخليها في وقت الترانسفر بقى، ترانسفر ماركت. اوزيل برضو السنه الجايه عاده ما تعرفش هيجدد ولا لا، يقدروا يقنعوه يقعدوه ان هو هيلعب، لان هو هيلعب خلاص يعني، وبقى على الساحه وانا شايف كمان ان هو هيركب في حته الباك ليفت دي. انا بقول لك هي الفكره كلها دلوقتي، بس هو هيلعب فين، مش هيلعب ولا لا، هي الفكره هيلعب فين، في اني بوزيشن. زي مارتينيلي كده برضه يعني، خلاص في 3 4 اسامي من الولاد الصغيرين دول خلاص بقوا من الفرقه الكبيره، وهيفضلوا موجودين كذا سنه يعني، الا اذا كان حصل بقى ميس هاندلنج لعقد ساكا، دي تبقى مصيبه يعني، تبقى مصيبه، وما اعتقدش ان الجماهير هتستحملها يعني. بس هو مش هيلاقي يعني، ما اعتقدش ان هو هيلاقي نفسه في حته تانية يعني، هو اوريدي لعيب الاكاديميه. بص عمل ايه في عادل القيعي، عادل القيعي بتاع بايرن ميونخ، بص عمل ايه في نابري. لا انا اتخيل ان ساكا مش هيطلع بره انجلترا يعني، حتى لو في لاعب في دماغه غالبا هيبقى جوه انجلترا، عشان كده بقول ان هو جوه انجلترا هيبقى صعب ان هو يلاقي حته احسن من ارسنال. الناس بتعشقه وحبيته، وهو لسه سنه صغير، لعيب من الاكاديميه كان طموحه ان هو تجي له الفرصه وجات له ومسك فيها، وكل المدربين اقتنعوا بيه من اول امري لحد ارتيتا. والله انا مبسوط باللقاء يا كابتن كيمي، طبعا للظروف اللي احنا فيها. سعيد ان نتكلم الكوره بترجع وكل حاجه بترجع لوضعها الطبيعي.
وربنا يسترها على الناس كلها. انا مبسوط باللقاء الجميل ده، واكيد هيبقى لينا لقاءات تانية ونقعد نتكلم مع بعض تاني ان شاء الله. وبقيه الشباب بيشاركونا من الرابطه، اكيد اكيد. واشوفك على خير ان شاء الله، ولينا قعده كده تانية قريب باذن الله. باذن الله باذن الله، وربنا يستر على اول ماتش ان شاء الله. لا خير، تفائل، احنا ما عندناش غير التفاؤل طول عمرنا، ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتفائل. هو اللي هيموتنا التفاؤل، بالزبط. هو اللي هيجيبنا الارض. حبيبي يا كابتن كيمي، اشوفك على خير يا باشا ان شاء الله باذن الله. مع السلامه. مع السلامه.